ما له هذا رقم واحد. شارع الجامعة. شو نشوف الحركة بي؟ والله الحمد لله وشكر خير وبركة. اللي جاي يتبضع ملابس أو جعل بسطات بها يمكن موبايلات يصلحون؟ والله هم يصلحون يبيعون. إيه. صورة عامة شو نشوف؟ والله الحمد لله وشكر الوضع زين. الأمن والأمان مستبد والحمد لله وشكر. جهود القوات الأمنية طبعا أكيد. والله يوم الثلاثاء أحسن من قبل أسبوع 10 أيام تقريبا قبل بداية رمضان يعني. ليش؟ يعني قرب العيد، تعرف الأيام العيد قربت، فالعالم تنزل على السوق ملابس، يشترون أحذية كرام، بناطير، موبايلات يبدلون أكو ناس، ملتزمات العيد يعني. طلبة إنه أيضا لا عوائل عامة، الصورة عوائل عامة، عوائل عامة كل الناس يعني مو بس طلاب. اليوم الشباب معك؟ اي والله جيت هنا اعمل الموبايل مالهم. ها عندي موبايل تصلحه؟ اي والله لين حاليا يدرسون على الموبايل. اي يدرسون. اي والله الله يحفظهم ان شاء الله. الله يرحم والديك. ايش نشوف الاجواء بعد الفطور؟ والله زين جهودكم طيبة. فضل. الله يستر عليك، الله يرحم والديك. الحركة التجارية شو؟ والله الحركة الحمد لله زين. بالنسبة لنا احنا، بالنسبة لنا نحن من سهل نينوى. على راسي. جايين على الموصل. اي منطقة من سهل؟ نحن من برطلة. نعم. فطرتم برطلة؟ وجينا هنا على الموصل. على الموصل. اي نعم. ايش شو حاليا شو نشوف؟ يعني جنة. اي والله جنة. جاي تشتري ملابس لو؟ والله جاي نطمش أول مرة ومحتاجين موبايل، بدنا نشتري موبايل. الله يوفقكم واجمعين. انت وابنك؟ ابن اخويا. ابن اخوك الله يحفظك. على راسي. والله هي الحركة التجارية شوية قليلة بداية رمضان يعني. احنا شغلنا اهل الالبس يعني اخر 10 أيام سعدنا حركة. آخر عشرة أيام يعني بالبداية يجيك يعني على قطعتين ثلاثة، كثرة يعني خلينا نقول الخمس قطع. نعم. هذا الشيء اللي يصير عندنا. الأسعار ما؟ والله الأسعار ما مثل قبل يعني. قبل كان الدولار يعني نازل، الأسعار تكون يعني شو نقول بسيطة خلينا نقول، بس هسه كل شيء اختلف. الأسعار مالنا مناسبة، يعني مناسبة جدا مناسبة. خلينا نقول معدل. معدل يعني شوي يعني هالسنة أغلى لأنه فرق الدولار. واحنا بضاعتنا كتركيه فرقت عندنا بالليره، فرقت عندنا بالدولار، هم فرقت عندنا بالليره هم فرقت عندنا وبالدولار عبر. بالدولار هم فرقت، بس ما ذاك يعني انه الاسعار اللي في المره انه ارتفعت. يعني اسعارنا احنا مناسبه خاصه الموصل بالعياد، اسعارنا يعني احنا نحاول انه قدر الامكان انه نقللها.